ده احمد امين، في اخر 5 سنين ممكن تكون شفته في الصفاره او ما وراء الطبيعه او الوصيه، بس ازاي قدر يحقق النجاح ده في وقت قليل؟ امين مثل والف وكان اصغر مخرج في مصر، وكان متوقع ان الموهبه دي لما تكبر هتبقى حاجه كبيره، بس على العكس بيبعد امين عن التمثيل 10 سنين بيشتغل فيهم في الصحافه، وبيرجع يفتكر حلمه وهو صغير وحبه للتمثيل. انا اسمي احمد لاني بحب التمثيل وبحب ان امارسه، وبيعمل فيديوهات على اليوتيوب بتنجح وبتخليه يعمل برنامج على التلفزيون، ومن برنامج لادوار صغيره بطولة في مسلسل، نجاحات خلته بطل اول مسلسل مصري من انتاج نتفليكس. وامين اللي كان بيعمل فيديوهات على اليوتيوب من كام سنة بس بقى من اهم الفنانين في مصر حاليا بسبب اجتهاده وسعيه ورا الحاجة اللي بيحبها.